أول شيء أنا هون بحكم مسؤوليتنا كلنا بهالمرحلة، الكل بيعرفوا نحن بصلب المعارضة، نحن منا مؤيدين لسياسات العهد وموقفنا معروفة. أنا هون مثل ما نوابنا بينزلوا على المجلس النيابي، مثل ما وقت اللي كان عندنا وزراء بالحكومة كان يروح على الحكومة. القصر هذا مؤسسة دستورية، داعي فخامة الرئيس على لقاء تشاوري، من هالمنطلق حبيت اجي. هلا اصدقائي الاخرين بالمعارضه حبوا ياخذوا موقف ثاني كمان، منيح، يعني هيك بيجوز وهيك بيجوز، بس نحن بتكتل الجمهوريه القويه فضلنا هالمقاربه هيدي. مع انه بين هلالين عندنا كثير ملاحظات ان كان بالشكل ولا بالمضمون على اللقاء اللي صار، بس هذا صار غير بحث. فبما يتعلق بجوهر البحث اليوم، في ورقة إصلاحية حضرتها الحكومة، برافو على الحكومة إنه حضرت ورقة كبداية، بس مش هون بيت القصيد. بيت القصيد إنه أي ورقة إصلاحية تأفترض هالورقة الإصلاحية ورقة مثالية وراح تجيب للبنان 10-20-30 مليار دولار، في شيء أكثر من هيك؟ عظيم. من امبارح من سنة وسنتين كان عندنا مدخرات بمصرف لبنان، كان عندنا احتياطيات أكثر من هيك، كان في 60 مليار، وكانت المصاري بالمصارف موجودة والدورة الاقتصادية عم تبرم، وبرضه بلحظة ما فيها ضوء أمر كله سوا راح. وبالتالي قبل ما نطرح أي خطة إصلاحية بدنا نظبط هالوعي المفخوت. لحديت هاللحظة أنا ما في شيء بيقول لي على إنه هالدولة مختلفة عن الدولة اللي كانت بالسابق. أنتوا بتعرفوا من أول لحظة، وقلت له لدولة الرئيس رئيس الحكومة بوجوده، نحن يعني حابين من كل قلبنا تنجح الحكومة، بس لحديت هاللحظة ما شفنا أي خطوة عملية. طبعا أخذت تدابير بما يتعلق بالكورونا أو غيرها، بس هيدي بتضل الحياة اليومية، مش عم بحكي عنها على مستوى كبير. ما شفنا شيء بدل على أنه الدولة الحالية اللي احنا هلأ فيها مختلفة عن الدولة اللي كانت بالسابق. وبالتالي حتى لو سلمنا جدلا أنه الخطة المطروحة هي خطة مثالية، مع أنه مش هيك، بس كتير منيح أنها كبداية أو كإطار، حتى لو سلمنا هيك ما رح نوصل لنتيجة إذا بيضل الشغل بالبلد مثل ما هو. وزعت لكم ورقتين، ورقة بتحكي عن بعض الخطوات الإصلاحية، ورقتين، ورقة تانية بعض ملاحظاتنا الأولية على الخطة، بس الملاحظات الأولية لضرورات البحث لا أكثر. يعني مش عم نبحث نحن هلأ بالخطة، بعدنا عم نبحث في شيء بالإنجليزي بيسموه prerequisite. بدك تروح تتقدم على شغل، بدك تروح تتعمل شغل، بيقولوا لك في عندك شروط مسبقة، إذا هاي ما تأمنت ما فيك تعمل شيء. ونحن تنقدر نقبل بأي خطة في شروط مسبقة، يعني في خطوات مسبقة لازم تصير، مش أنت بعدين موقف على أي شيء. برجع بقولكم إذا الخطة جابت 100 مليار دولار بوضع الدولة مثل ما هو، بشهرين بطيروا، شو ممكن عملنا؟ ماشي. من هالخطوات المسبقة ما بدها شيء، في خطوات في قرارات فيها تجتمع الحكومة تاخذهم بلحظة. وإذا يعني الوقت عم يمرق، بعد 10 أيام بصير له 100 يوم، يعني إذا ما أخذتهم بوقت قريب للأسف يمكن يفوت القطار الحكومة هيدي. مثلا في 5300 موظف موثقين هودي، وفي حدهم شي 10000 تاني غير موثقين، هم موظفين غير قانونيين، يعني هم ما بيعرفوا من الوظيفة. مش مثل مثلا استاذ رفيق، مع انه استاذ رفيق اكثر بكثير من وظيفه، بيجي الصبح وبروح بالليل وبيقضي ايام وحتى ايام الاعياد هون، هم ما بيعرفوا من الوظيفه الا بيروحوا بس يا بيتكسوا، بتعرفوا شو يعني بيتكسوا، يا بيروحوا باخر الشهر بيقبضوا معاشاتهم. طيب وهو واضحين موثقين، واللي موثقهم لجنه نيابيه رسميه اسمها لجنه المال والموازنه. طيب لحديت هاللحظه من بعد 3 اشهر الحكومه ما اخذت قرار بايقاف عقودهم، كيف بدي اصدق انا؟ كيف؟ اوكي. نقطة تانية، معابر غير الشرعية. معابر غير الشرعية كل العالم عارف بوجودهم، وما عم نحكي نحن عن زوائي صغيرة، معابر يعني بتمر عليها شاحنات، وأكثر من محطة تلفزيونية صورت هالشاحنات هي عم تمر، وأكثر من هيك كيف سابت نحن بالاجتماع بيقوم المير طلال أرسلان عم بيحكي بسياق الحديث، بيقول له يا حاج محمد، عم يتوجه للحاج محمد رعد، بدك ما تأخذني؟ قال له حاج محمد أكيد ورا، تفضل تفضل. قال له أنا بروح على محلات بالضاحية بشتري منها، بشتري فيها البضاعة بحدود 30-40 بعض أوقات 50% أقل من السوق. هي يعني حتى المير طلال أرسلان طرح الموضوع جوات الجلسة كيف سابت،
وانا عم بطرح موضوع المعابر غير الشرعيه. مثلا بتروحي على زحله، اكبر صاله عرض موجوده، بتشتري الشغله بسعر، بتنزل 2 كيلومتر ابعد من زحله على السهل لتحت، بتشتريها ب 20 30 40% بالناقص. طب كيف بده يعيش البلد؟ ما هذه شغله واضحه، لا بدها لازار يعني شركه الدراسات، ولا بدها دراسات، ولا بدها موازنات، ولا بدها خطط، ولا بدها شيء. بدها الدوله الحكومه تاخذ قرار بتسكير المعابر غير الشرعيه. الجيش بيعرفون، قوى الامن الداخلي بتعرفون، واكيد بتكي بنفذون، بس بده يتاخذ قرار. هاي واحده 150 200 مليون دولار، على وين رايحين؟ عم نبرم اخر الدنيا على نص دولار، والدولارات موجوده عندنا نحن. طيب نقطه ثالثه، الجمارك. كل العالم بيعرفوا ومعترفين بالفساد الموجود بالجمارك. محطوط مثلا بخطه الحكومه، محطوط بخطه الحكومه ان سيسعى ستسعى وزاره الماليه الى تبسيط الاجراءات في الجمارك. لك ليش القصة قصة إجراءات بالجمارك؟ قصة في فساد طويل عريض، بدأ تغيير كل قيادة الجمارك، أأثر على عقب كلها سوا. كمان هالقرار بده هالقدي. نقطة رابعة، موضوع الكهرباء. كل الكون حكي بموضوع الكهرباء، كله والحلول موجودة. هيدا وحده هالملف عم بيكلفنا بالسنة، وقت العمر عم بيكلفنا، ما تفكروا الدولة حدا غريب يعني، عم بيكلفك ويكلفنا كلنا سوا مليارين دولار خسارة على مشي، لانه المسكين هالملف هذا ما بدهم يغيروا بالموجود، منسبهم هيك ل 100 سبب وسبب، تما روح ابعد من هيك لانه عم بحكي من الاصل. طيب ملف الكهرباء بيرجع بيقول لك بخطه الحكومه انه واعتماد خطه الكهرباء الموضوعه، يلي هالخطه صار لها 10 سنين عم تتطبق، ويلي شفنا شو كانت نتيجتها. وبالتالي جوابنا الاساسي، وقلت لهم جوا جوابنا الاساسي، نحن ما رح نمشي لا مع هالخطه حتى لو كانت مثالية، ولا مع أي خطة أخرى، قبل ما تبين الحكومة بخطوات عملية، قبل ما تبين على أنها جادة بأنه تسد كل مزاريب الهدر والفساد بالدولة. إذا عاد إجا أي قرش، إن كان هبة ولا قرض، إذا عاد إجا أي قرش يقدر يهدى بهالدولة، ماذا وإلا عبثا نقعد نبحث عن قروض أو عن هبات أو نتفاوض مع صندوق النقد الدولي. هيدا كان جوهر موقفنا جوا. هلأ مع هاي بتلاقوا ورقة رح يوزعها عليكم أستاذ رفيق عن ملاحظاتنا بس لضرورات البحث عن الخطة الحالية. في بعض الملاحظات أساسية وضرورية جدا، مثلا ما فيك أنت تتصرف بودائع الناس لأنه هي ملكية خاصة، لا إذا كانوا صغار مودعين ولا إذا كانوا كبار مودعين. هذا القانون اللبناني هيك. وإذا في شيء عملنا اقتصاد جدي بالبلد من أيام الإسرائيل لهلأ هو هالقانون، هيدا هو هالاقتصاد الحر، ما فيك تمس فيهم. انت بدك تشوف كيف بدك تساعد حالك بهالظرف كحكومة، بدك تقعد انت وجمعية المصارف وتتفاوض انت وياه تشوف لوين فيك توصل. هيك بتصير بكل دول العالم، ماذا وإلا منكون عم نطيح بالقانون الحالي، منكون عم نطيح بالاقتصاد الحر. وإذا في مصارف مغلطة مش معناتها انه نضرب القطاع المصرفي كله سوا على الإطلاق. بدنا ما ننسى يعني في بعض الأشياء واحد لازم يقول أشياء مثل ما هي. إذا في بعض الغوغائيين بصير يطرحوا وإنه ويا لطيف، ما ننسى كلنا سوا، كل الاقتصاد اللبناني قام بشكل أساسي من 100 سنة لهلأ على القطاع المصرفي وعلى السياحة بلبنان. نضحك بعضنا، أنا شايف يعني هيك المنشآت الهيلة غير هيك. وبالتالي هذه بعض الملاحظات مثل ما قلت لضرورة البحث. طيب أستاذ رفيق بتحب تعطي الكلام جويس؟ لماذا اليوم حضرت إلى القصر الجمهوري لكي تقف من منبر القصر الجمهوري بغض النظر عن حلفائك وتنتقد هذا العهد من هذا المنبر تحديدا؟ لا مش هذا السبب. اول شيء منبر القصر الجمهوري لكل اللبنانيين. الجنرال عون اكثر حدا سمى القصر الجمهوري قصر الشعب. ثاني شيء هذا مؤسسه الدستوريه الاولى، طبيعي انه يكون موجود هون. كيف نوابنا بينزلوا على المجلس النيابي؟ اوكي وانا بطلع لهون وقت اللي في شيء لهون. لانه اسمحي لي، مصرنا جبهه وحده، لانه مصرنا جبهه وحده، مش عم نتجنب ولا مستحيين، بس بالفعل خلص وصل وحده، بس بالفعل لانه نحن مش جبهه وحده هلا، مش جبهه وحده، لا 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 لا، يعني كلنا سوا، كل واحد من موقعه في موقع معارض وكل واحد على طريقته، وما قدرنا توصل لنعمل جبهه وحده بكل صراحه. يقال بانه ملاحظاتكم اليوم مش بس على
الاعتراض هو موقف سياسي من العهد ومن الحكومة؟ لا، موقف سياسي صح، بس من مسار الأمور. يعني إذا الدولة الحالية مع الحكومة الموجودة، إذا بعدها هي ذاتها اللي كانت من 6 شهور، عبثا يحاول بالنقون، ليش نتعذب؟ هذا الموقف. لا فعلا، برجع بقول النقطة الرئيسية، هل نحن صرنا بدولة جديدة مع الحكومة الجديدة أو لا؟ هذا اللي نحن نطينه. وإذا أنا اليوم هم بالتحديد، غير عن أنه هيدا قصر الناس وهيدا القصر الجمهوري وهي مؤسسة دستورية، كمان في حكومة بعد بدها 10 أيام بيصير لها 100 يوم. أنا بقول لها الحكومة بكل طيبة نية، يعني ما بقى في كتير وقت، يا بتثبت على أنه مختلفة عن يلي كان بيصير بالسابق. أنا بدي أقول شغلة، بناخد الخطة الإنقاذية الحالية، أرنوا لي إياها بكل البيانات الدستورية من 10 سنين لهلا وبكل فزلكات الموازنات تقريبا نفس الشيء، وبالتالي أنه بعد هذا ما بيعني شيء، بيعني شيء بس نشوف خطوات ملموسة جدية بتبشر بالانتقال إلى دولة الإصلاح يلي بدنا إياها. يلا استاذ رفيق تفضل. دكتور شعجع، استكمالا للسؤال السابق، يقال انه انت متهم اول شيء بقطع الطريق على عوده الحريري بدايه، وثانيا بقطع الطريق على اقامه جبهه معارضه من لما زارك الوفد الاشتراكي وانت اعترضت. ليش؟ هل رهانك على تحولات معينه داخليه وخارجيه بهالمرحله هيدي؟ شو هو هذا الرهان؟ لا لا لا، لحظه يا افندي، لا 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 لا، لا في رهان على هاي ولا في رهان هاي ولا لا في رهان على هيدي، هذا كله سوا افتراضات مش موجودة ما لها أي أساس من الصحة. ليش ما قام جبهة وحدة لحديت هلا؟ لأنه ما بقى بدنا نضل مثل السابق، بنتفق على نقطة بنختلف على 10 نقاط، بنتفق يوم وبنختلف 10 أيام، بنتفق على شيء بنفوت على الحكومة بصير شيء تاني، بنطلع على المجلس النيابي بصير شيء تالت. بدنا يا نتفق مزبوط على خطة كاملة شاملة، يا خلينا نضل كل واحد عم بيعارض من موقعه. ونحن لحديت هاللحظة بعدنا متفقين على أنه كل واحد يعارض من موقعه، ما قدرنا اتفقنا على خطة شاملة. لكن هاي الحكومة لا بديل عنا بهالمرحلة؟ بتشوف أنه لا بديل عن هالحكومة بالمرحلة هاي دي؟ إذا فشلت أنه شو ممكن نعمل؟ المهم تنجح. دكتور عفوا، بس دكتور أستاذ رفيق، من بعد إذنك دكتور، كنتوا بالحكومات السابقة كانت نفس هيدي العناوين اللي هلأ عم تطرحها وعم تنتقدها جنابها كانت أيضا موجودة، كانت قطاع مسار، كان المعارك الشرعية، كل هيدي الملفات كانت موجودة. اليوم هيدي الحكومة إجوا تحطتهم بخطة، عم تقول خطة الحد الأدنى للاستنقاذ هذا البلد. اليوم لما تحولتوا للمعارضة، وهذا مش بس يعني بالأنظمة الديمقراطية مطلوب، لا بل واجب، جانبكم اما عم تنزلوا على الطريق تقطعوا، او انه بقلب شو اسمه عم تعملوا هذا الاعتراض السلبي، خليني اقول عنه. هل يعني وكانه في تبادل ادوار لقطع الطريق امام هذه الحكومه لحتى ما تشتغل شيء؟ ما هي الملفات كانت موجوده يا صديقي على الاطلاق، واكبر دليل وجودي انا اليوم هون هي واحد من الادله. والدليل الثاني، كل خطابنا السياسي من وقت ما اخذتها الحكومه الساقه لحد هلا، بالعكس اكثر ناس عطينا الحكومه، بس تما ينتهي الامر بهالحكومه مثل ما انتهى بالحكومات السابقه. مش انت عم تقول لي كنا بالحكومات السابقه مش كان ينقال نفس الادبيات؟ ولك لوين وصلت؟ تما توصل هيك ونحن منا بهالحكومه، ولو انه منا بهالحكومه ما بدنا اياها توصل مثل ما وصلت الحكومات السابقه، ما بدنا اياها تنتهي بنفس الطريقه. تما تنتهي بنفس الطريقه بدها تقوم بخطوات عمليه، اول هالخطوات الموظفين غير القانونيين، المعابر غير الشرعيه، الجمارك، الكهرباء، واضحين العناوين، بس ما بدها حكي القصه، بدها تنفيذ. دكتور استاذ رفيق، دكتور انتم مسلمون بان البلد في وضع خطير اقتصادي ومعنوي، صح؟ هناك دعوات يعني من السيد حسن نصر الله وغيره انه نترك النكايات والنكد السياسي لندعم هذه الحكومه ونعطيها فرصه. ايه؟ انتم مع اعطاء فرصه مشروطه؟ المواطن اللي بيقبض الحد الادنى 675، خلينا نجاوب على سؤال. نحن طبعا مع، ومن هالمنطلق انا هون. المواطن اللي بيقبض 675,000 ليرة، يعني 200 دولار بالشهر، شو ناطق؟ مش ناطق بس تنظير ان كان المعارضه ام الولاد، شو بدكم تقولوا له يعني؟ بدنا نقول له انه الحكومه الحاليه لازم تقوم بخطوات عمليه، مش ناقصنا خطط في كثير، ادبيات اقتصاديه ماليه اجتماعيه موجوده كثير، وسنا عم بقول وراح نحجم القطاع العام، وراح ننزل الموظفين، وراح نحارب الفساد، وراح بدي اقول لكم شغله،
ما بقى حدا يغشكم انه عم نحضر قوانين ضد الفساد. يا اخي مش ناقصنا قوانين ضد الفساد، مش هذا اللي ناقصنا، ناقصنا نستبدل الناس الفاسدين بناس مش فاسدين، وبقوانين بلا قوانين. اذا حدا مش فاسد بيعمل منيح، وبقوانين او بدون قوانين حدا فاسد بضل يعمل سيء. لا لا لا، مع التطبيقات اللي موجودة حاليا إذا ما عملوا الإصلاحات، وبين معارضة مش بعد راكبة لأنه في اختلافات كتير، وبين الشارع اللي بتضغى عليه الغوغائية. اليوم اللبناني وين في عنده أمل؟ يعني فعليا كيف رح معقول نتحرك؟ لا في معارضة عن جد قادرة تحمل هالمواجهة، ولا الموالات تقلك شغلي الإصلاحات. هل إحنا بانتظار أي خطوة خارجية يمكن بهالدول؟ لا لا لا، كله لننطر، كله لننطر خطوات خارجية حتى مشان تمويل. مش عم بيقولوا انه ما عنا حل الا نجيب من برا، لا عنا حلول. هلا ثلاث اربع خطوات سميت لك اياهم، سميت لك اياهم. هو واحد مليارين، مليارين ونص، 3 مليارات دولار ممكن يصيروا بالسنه. هو دي من قريبه، يعني من حواضر البيت. المهم نتكل على حالنا. اذا كل هذا اللي عم تحكيه لا زبطت الموالات ولا زبطت المعارضه، بضل عنا حل واحد فقط لا غير، يلي هو بحط مصير المواطن بايده، انتخابات نيابيه مبكره. انتخابات نيابية. تحدثت بأول المؤتمر عن ملاحظات من حيث الشكل ومن حيث المضمون لهذه الدعوية اللي صارت اليوم. هل ممكن تخبرنا شوية ملاحظات من حيث الشكل أولاً؟ خي لا، من حيث لا بالشكل لا، بس أنا راح أذكر واحد. خي مش إنه وقت يكون في مؤتمر بتروح بتلملم ثلاثة أربعة نواب وتقول اه هو صاروا كتلة وبتجيبوا، إنه مع احترامي لكل الناس، بس مش هيك يعني. إيه بس إيه هي قصدي، ما بس على كل حال هذا بحث آخر. نعم. استاذ رفيق، على السياب والتوحي انك حريص اكثر، عم بتحاول توحي انك اكثر حرصا على مصير هيدا الحكومة من الحكومة السابقة اللي كان رئيس حليفكم سعد الحريري. ليش؟ لا. يعني بوقتها لحلك ليش، لانه بوقتها كان في خطوات عم بتصير اليوم ما كانت اصلا عم بتصير قبل، ولا محاولات لا لمكافحة الفساد ولا لاسترداد أموال ولا غيره. فاليوم عم بت إذا بدك كأنه عم بتكونوا ملكيين أكثر من الملك. لا مش راح. كنا نحن كنا ضنينين على الحكومة السابقة، حكومة رئيس حريري 200 مرة يمكن أكثر، لأنه كنا فيها وكل يوم كنا عم نحاول من جديد كل يوم. وبتمنى إذا بترجع على محاضر جلسات مجلس الوزراء كل شغلة يعني نخوض فيها نقاش طويل عريض، بس بالآخر كنا أربعة وبس تحس المحزوزية يكونوا 26 مطرح واحد، أو إذا 26 22 أو 20 أو 21، وبالتالي ما قدرنا عملنا شيء. بقولها بكل صراحة بكل بساطة. السؤال الأخير دكتور. إيه؟ دكتور جعجع، هل ترتبع نهج الرئيس بشير جميل بعدم المساس برئاسة الجمهورية؟ وبالتالي السؤال الآخر يعني المتعلق، هل هيدي الحكومة كافية لإلها 100 يوم لحتى تقدر تشتغل؟ يعني ما بتستطيع. رح جاوبك على السؤالين. رح جاوبك على السؤال. أنا ما بقيم بقصة المساس برئيس الجمهورية ولا، وشفتيني شو قلت بأول، قلت نحن مش مأيدين لسياسات العهد، وأنا عم بحكي من هون. فإذا مش هذا المنطق، هذه مؤسسة دستورية. بس السؤال الثاني إنه هل كافي 100 يوم للحكومة؟ ليش نحن عم نطلبها؟ إنه تكون عملت كل شيء بهال 100 يوم؟ عم نطلبها بس تبلش ببعض الخطوات يلي بتأشر على أنه قادرة تعمل شيء بس. أوكي؟